اتفضلي يا سيفا. فهمي سيفا. اهلا اهلا اهلا. ايه الشعريه اللي انت كنت فيها دي؟ والله ولا شعريه ولا حاجه، بس لا شعريه تمام. لما بتعصب بس انت متعصب ولا حاجه؟ انت متعصب شويه يعني. هو لما بيتعصب يعني وانت متعصب بتعمل حاجات حلوه كده؟ طلع الطاقه اللي جوايا دي في اي حاجه. ما ينفعش ان انا عايز اقول لك على حاجه، احنا ممكن نبقى قاعدين مثلا في بنتكلم في موضوع ونختلف ونتخانق جامد جدا، ممكن مثلا اروح مزعقله ما يردش عليا، يروح مثلا بتاع ده يروح عازف اعزف على طول اطلع ما يردش عليا، ده انا بعتبره بقى ان دي شتيمه بالنسبه لي يعني، او مقام كده يعني. لا يعني ما هو لا انا بيرد. لما حد يفشر اقول له عايزه كمانجات. ايوه كمانجات. وانت عملت بقى الحته بتاعت انا عايزه كمانجات. في واحد انا بقى شايله لك بقى ده الجميل بقى التقيل باسل. اهلا 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 يا ممثل يا جامد يا جامد يا جامد. ازيك؟ تمام تمام تمام، شرفتينا. ميرسي ميرسي. بليز اتفضلي بليز. شفتي ال 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 التقل في اللكنه وال ايه شرفتينا. ايه شرفتينا. كان متضايق، شكله متضايق قوي لان كمان كان يعني على خفيف عزيزي مش قوي يعني. ليه بس قوي. مين اللي مزعله؟ ما احنا مش عارفين. انا مش عارف ايه اللي مزعلك. اتكلم بصراحه يعني ولا تزعلي؟ شاف فيلم يمكن. لا لا مش فيلم مش فيلم مش فيلم. احنا عارفين ان احنا في المجتمع عايشين راجل والست مع بعض. ايه انت تقدر تعيش من غير الست؟ سيبك مني انا اقدر 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 بس يعني قد ايه؟ اقدر 50% بالنسبه لك 50. لا بس ساعات ساعات الست بتضغط كده بطريقه معينه. انا بكره اكتر حاجه بتضايقني فكره الند بالند دي، ان الست تساوي راسها بالراجل يعني. العند ده ساعات بيولد مشاكل انا بالنسبه لي ما بستحملهاش الصراحه يعني فكره ان. طب انت بتخليها تعند ولا هي العناديه بطبيعتها ولا ايه يعني؟ انا متهيألي شخصيا يعني ان الست بطبعها عنادي. لا الراجل اللي بطبعه عنادي اكتر من الست. هو الراجل مش عنادي، هو الراجل عنده راي وانا وجهه نظري ان هو يعني العرف بيقول ان الراي الراجل هو اللي بيمشي. متضايق يعني صوته كده. ممكن اسالك سؤال حاجه شخصيه صح لا لا مش حاجه شخصيه شخصيه حاجه عامه. واحد صاحبك حصل له حاجه زي كده يعني. طب ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ طيب صاحبك وما تقولش اسمه. احكي لي احكي. ما تقولش اسمه. قول قول يعني. قول ايه اللي حصل له، ايه المشكله الاساسيه؟ قول عشان لو صاحبك طلع غلطان هقول لك. احكي. اذا كان صاحبك يعني مش انت. اوعى تقول لي اوعى تقول لي محمود. محمود محمود محمود. المشكله بتاعته الاخيره اللي كان. انا هحكي الحكايه بس خلينا الاول نتكلم بشكل عام. طيب يعني يعني مش عايز اتكلم. لا 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 هحكيها هحكيها. محمود ايه ده يا محمود؟ لا هو محمود اصلا ده يعني صاحبنا هنا موجود جنبنا هنا عايش يعني ده. عنده كل الموبقات اللي في الدنيا، كل حاجه بتحصل له. يعني هو بقى اللي بيجيب الكلام لروحه. لا مش يعني. موبقات مش موبقات يعني. بس قصده موبقات مش موبقات يعني حاجات غلط بيعملها مشاكل الدنيا يعني عليه بتحصل معاه. بس هي الفكره ان عرف بيقول ان الراجل اللي هو رايه بيمشي مثلا يعني. دلوقتي لو راجل وست اختلفوا في حاجه اكيد في النهايه راي الراجل هو اللي بس افرض ان الراجل غلطان. هو عشان راجل يبقى افرض ان هو رايه غلط، افرض ان هو عند في حاجه ودماغه تربست في حته ومش عايز يسمع الباقي ويبقى هو غلطان. والله هو اللي متحمل المسؤوليه في النهايه لان هو رب البيت، هو اللي سايق المكان ده. هو عشان سايق المكان بس يعني بتهيألي هو ده العرف يعني. لا يعني مش عشان سايق المكان يعني خلاص. مش عشان سايق المكان هيذل الست يعني. لازم الست والراجل يبقى في بينهم وبين بعض لغه تفاهم يعني. انا رايي كده. ليه رايك كده يا ست انت؟ علشان انا شايفه ان 1 2 3 4 وانت رايك كده. طيب يحصل كومبرومايز، يحصل التقى في حته معينه. تمام بس لما يحصل بقى اختلاف ولازم حد يفصل الموضوع ده راي الراجل طبعا. الاختلاف ايه كمان؟ بيقول لك مثلا العربيه مين اللي بيسوقها؟ الراجل والست. ماشي بس واحد. واحد يعني شخص. الست ماشي. اللي بتسوق الاسره. طيب ماشي. لا ازاي هي اللي بتسوق؟ هي اللي بتسوق. هي اللي بتربي وهي اللي بتكبر وهي اللي بتعلم وهي اللي بتقعد صح. وهي اللي بتستحمل. هي ومين اللي جايب العربيه نفسها يعني؟ مين اللي بدع العربيه دي؟ مين اللي الست اللي جابت الراجل اساسا؟ معاكي معاكي في حاجات يعني بس في النهايه يعني المؤسسه. لا 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 تطور يعني برضه هي اللي جابت الراجل. لا لا ده اسمه تطور بيولوجي بغض النظر عن ان مصنع الرجل هو امراه. المراه بالظبط. ماشي العربيه عملها راجل اوكي. الحته اللي كان بيعزفها دلوقتي لمين؟ راجل. يعني هتلاقي مثلا اعظم الموسيقيين في العالم، اعظم الرسامين في العالم، اعظم اعظم رجال. يعني يمكن يبقى يعني في حالات عندكم حاله ذكوريه. لا انا هقول لك قصدهم. انا هقول لك قصدهم. هو عاده
بيبقى الراجل هو الناجح اكتر في المجتمع اللي احنا فيه ده من وجهة نظرهم. انا مش معاهم طبعا يعني. انا عندنا مثلا لا يا كريم لو طلعت معاهم هفطسك بعد كده في خالص. الحساب يجمع بيني وبينك. انا خالص بالعكس انا معاكي جدا. هو منطقي. انا منطقي, انا شايف مثلا لا بس انتم شايفين ان الرجل هو الرجل وبس ولا اي شيء يبقى غير كلمه الرجل ووجود الرجل؟ لا طبعا وجود المراه مهم بس الرجل هو محرك المجتمع. الرجل هو اللي بيعمل كل حاجه. هتلاقي مثلا اعظم الرسامين اعظم الموسيقيين اعظم المؤلفين رجال. ويقعد يقول لك الطباخ حتى شغلانه لا لا لا, لا 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 حتى لا نسبه يعني. نسبه مثلا الرجال اللي اخذوا نوبل مثلا اكتر بكتير جدا من الستات. مش مشكله حقيقي. مش دي يعني مش نوع اللي هي الحدوته يعني. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراجل معلش هو الست اللي ربت الراجل عشان ياخد نوبل هي دي اللي لازم تاخد نوبل. ماشي تمام بس لحد جزء انا معاكي بس لحد جزء هي زرعت فيه حاجات عشان لما يكبر ممكن يوصل للمرحله دي. ايه اللي بتربي يا جدعان؟ الام علمته ازاي يبقى راجل في الدنيا. انا عايز اقول لك حاجه مثلا. الام لو شافت ان ابنها بيسمع كلام مراته لو مراته عندها هو عايز هي تزعل ليه وتتدخل ليه؟ لانها ام. لا لا وكمان لا واكتر واكتر عايز ما هيكون. طب ما هيبقى معلش معلش هيبقى ابن امه في الاخر. لا عارفك انت ده وماله. ما هو بالظبط دي امي. طب ما انت دلوقتي لو واحده احترامك وحبك لامك شيء لابد ان هو يبقى فوق العين والراس لاي زوجه ولاي حد. الام ام مكانتها كبيره ومكانتها عاليه ومحدش يقدر يخدش المكانه دي. بس كمان ما ينفعش انك انت تيجي على مراتك علشان خاطر حد. طبعا لو مراتك عندها حق لا قرب الاثنين لبعض لو في ميس اندرستاندينج بينهم. طب يا سيفا لو مش عارفين يقربوا لان انا دلوقتي ممكن واحد يتحط في مشكله امه ومراته اتخانوا مع بعض. انا لو من وجهه نظرهم انا هقول لمراته انا على طول هقول لمراته هي امه مهما كان. بالظبط اوكي. بس في نفس الوقت الراجل الذكي بيبقى عارف امه غلطانه في ايه ومش غلطانه في ايه ويقدر يحافظ على كرامه مراته. يعني دلوقتي الست اللي بتتجوز الراجل وبتحبه جدا وبيسمع كلام امه اللي هي امه اللي ربته بيطلعنا لقب ابن امه. ده جه منين؟ من المجتمع. يعني اي راجل اسمه بيرتبط باسم الست بنعتبره ان هو مش راجل. صح ولا لا؟ يقول لك ده بيمشي ورا كلام مراته. جوز الست غلط غلط. جوز الست او ده ابن امه او ده الكلام ده كله انا ضده تماما. لان احنا اللي بنحجم العلاقات على حسب ما احنا بنشوف العلاقة. ما احناش عارفين العلاقة الحقيقية شكلها ايه. يعني كلنا بنشوف العلاقة من وجهة نظرنا. انا لو حكيت لك النهاردة حدوتة بيني وبين حد لما انا هحكيها لحد هحكيها لك بطريقة تانية انت هتحكيها بطريقة رابعة خمسة ستة. فحكمنا على الاشياء دايما انا في رأيي شخصي مش بيدي للحكاية حقها. تمام. ما بيديش الحكاية حقها. تمام. ما بيديش الحكاية حقها. فبالتالي احنا لما نقول ده ابن امه عشان بيحترم امه غلط. هو لازم يحترم امه ولو ما احترمش امه مش هيحترم حد. صح. بس هو في برضو قبل ما تيجوا كنا بنتكلم قبل ما احنا نيجي كنا بنتكلم انا وسيفا على فكرة المساواة والراس براس. مش حاجة اسمها مساواة اصلا. مش يعني دي مش حقيقية. ليه؟ طب انت بتحب نجيب محفوظ ولا ما بتحبيش نجيب محفوظ؟ بعشقه. اوكي اخذ نوبل على الثلاثيه بتاعت بين القصرين و... لا مش بين القصرين مش لا. لا على اولاد حارتنا. اولاد حارتنا. طيب متعدل. تعال نتكلم على الثلاثيه. لا لا صح صح نتكلم على الثلاثيه هو عشان بس ايه يعني بطل القصه هو اكيد مش جايبه من وحي خياله يعني اكيد في النهايه هو جايب ده من المجتمع. ايوه في نماذج كتير ما تقدرش تاخد نموذج واحد هو ده هو ده الصح. اوكي بس دلوقتي من كتر ما النموذج ده هو العام احنا سميناه الراجل الشرقي اصلا بقى في مصطلح اسمه الراجل الشرقي على اساس السيد. فاذا ان في النموذج ده ونموذج كبير شريحه كبيره جدا من المجتمع العربي بتفكر بالمنطق ده لان دي الحقيقه ان الراجل هو الراجل والست هي الست مش زي بعض ما ينفعش المساواه. طب الراجل الشرقي لو راح بره واتجوز واحده اجنبيه هيمشي على انهي قوانين؟ لو هو راجل بجد هيمشي على قوانينه هو. يعني يقدر مثلا يقول لها ما تخرجيش النهارده تروحي شغلك. يقدر يعمل كده طبعا. مش صح. لا دي واحده لو هو راجل شرقي متجوز واحده اجنبيه وعايش بره هيقدر يمنعها انها تروح شغلها
او تكمل بقيه المهام بتاعتها كسيده مثلا بتشتغل في شغلانه او كده؟ لا مش على هيقدر. بس هقول حاجه، في قانون. لا بس لا معلش 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 عايز اسمعهم عشان هم اللي بيقولوا الكلام ده. في قانون هتخليه يتحاسب على الموضوع ده. لكن بنفس الوقت ده خلى المجتمع اللي بره ده ما فيهوش فكره الاسره بالظبط، مجتمع متفكك، الام في حته، الاب في حته، الولاد في حته. عشان كده هتلاقي مثلا معظم الناس اللي هم اصلا لما ولادهم بيجوا على عمر 16 17 لا 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 بس انت عارف ان بره عندهم مرات مبادئ تخد اكتر مننا. بس هي مبادئ نظريه. لا مبادئ نظريه، لا مش لا مبادئ عمليه. ما انا اقول لكم على حاجه، بره الستات بتبقى مفتقده فكره الغريزه بتاعتها اللي بيتحكي يعني بسمعهم انا مش مع ده. الست بتبقى مفتقده فكره الراجل اللي يشكمها بطبيعتها. الجينات، الجينات اللي هي بتبقى عايزه الراجل يشكمها اكيد. فبره بيتبسطوا اصلا بالراجل الشايب يعني مثلا يضربها. ده بييجوا يتجوزوا بغردقه، غردقه بييجوا بغردقه وبيتجوزوا بتاع. طب انت لا 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 تعالى بس يعني الراجل اللي يشكمها دهوت يضربها قلمين مثلا؟ قطع ايده لو عمل كده بس ممكن وارد. لا ده يتسجن بره. بيقول وارد يضربها. ده يتسجن بره مش وارد. طيب انت بتؤمني بان قوه المراه في ضعفها ولا لا؟ والله لا مش دايما. وقوة المرأة في مخها. اوكي بس في تفكيرها في الغواية عموما. في الايه؟ الغواية يعني انها يعني بتقدر تغوي الراجل بدماغها اطلاق. لا هو ده لا 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 مش بس في دماغها يعني انت عايز ممكن انت عايز تحدد المرأة بس في الحتة دي؟ لا لا تبقى لا 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 بس انا ما قلتش ده. تبقى بص في كتاب اسمه أعرفه أكيد Men are from Mars and women are from Venus. أوكي أوكي أكيد أنتوا كلكم عارفين. إحنا الاثنين غالبا بس اللي عارفينه. ليه؟ عارفه؟ طبعا. طيب الكتاب ده بيقول لك أنتوا من كوكب وإحنا من كوكب تاني بس لازم نلتقي، رضيتوا أم أبيتوا لازم نلتقي عشان الحياة تكمل. بس مش بس مش موضوع مساواة. بالظبط مش موضوع مساواة. مساواة يعني مساواة. انت لي. شايف ازاي مساواة. مساواة. ليه مش راس برا؟ انا النهارده انت اتفضلي كمال الاجسام ده اللي تقعد يعني في ستات دلوقتي بقى وكمان حلوه قوي. طب حلوين شكلهم حلو على فكره. دي واحد اهو انما ايه شغالين اهو ده حلوه لما تعمل ميكانيكي. ميكانيكي ممكن ست تشتغل ميكانيكي. ممكن دكتور. ممكن ست تبقى ممكن. دكتوره. طباخ ممكن تبقى طباخ. مش اساسي. نعم مش اساسي. يبقى تعالى بقى ايه مش اساسي. طب في الست ممكن تبقى رئيس الجمهوريه يا جماعه مش اساسي. طب ما هي مصر كانت محكومه من كليوباترا وكانت ست ملكه. حلقة ملكه مصر. حلقة استثنائية. كل حاجه طفرة. استثنائيه. طفره طفره طفره. البني ادم اصلا تطوره جيب طفره بالدي ان ايه. هتشبسوت طفره برضه. طفره الله. عندك مثلا 70 ملك وعندك مثلا 2 ستات. كوين اليزابيث طفرة برضو. هر اسود علينا وعليكم طبعا هي وعلى مخاخيتكم. انتوا عايزه كلوركس عشان اغسل دماغكم. قوم جيب من جوه. هات حته. ده اتضايق يا حرام. هو اتعصب على فكره. يا ده انت زعلان. ده انت زعلان قوي. ده زعلان قوي. ده انت مخنوق قوي يا جدع.